الآن إلى أعضاء المجلس الذين يرغبون في الإدلاء ببيانات بعد التصويت. الكلمة لفرنسا. Présidente, la France. سيدة الرئيسة، تسعد فرنسا بالاعتماد بالإجماع للقرار 2433. إنها رسالة قوية تعكس دعمنا الجماعي لليونيفيل التي تطلع بدور هام لحصون السلام في هذه المنطقة المضطربة للغاية. وكحاملة قلم وعلى غرار كل سنة، فإن فرنسا عملت على الحفاظ على وحدة صف المجلس. أود أن أذكر هنا بالجهود التي قامت بها اليونيفيل وإدارة عملية حفظ السلام لتنفيذ قرار 2373 الذي اعتمد العام الماضي. شئنا مواصلة هذه الجهود بتحديد وتوضيح مهام البعثة، وهذا القرار يذكر التدابير التي يجب أن تتخذها دول الأعضاء لمنع بيع أو التموين بالأسلحة والعتاد الذي لا يحظى بترخيص الحكومة اللبنانية أو اليونيفيل، ولكن ولاية القوة ومهامها وقدراتها تم الحفاظ عليها، وكذا التوازن بين مختلف الانشغالات التي تم الإعراب عنها. وإن اليونيفيل هي ملكية عامة إقليمية وهي عنصر أساسي للحفاظ على استقرار المنطقة التي تخبر أزمات متعددة وتقوم بمهماتها في ظروف صعبة، وتراقب ووقف الأعمال العدائية على طول الخط الأزرق، وتحافظ على منع التصعيد لا سيما عبر الآلية الثلاثية. ومهمتها أساسية للرد وهو في صميم ممارساتها، وإن ضرورة الحفاظ على حرية تنقلها قد تم التذكير به في النص الجديد. ونحن نرى بأن هذا عنصر أساسي في المهمة، ونتحلى باليقظة كما قلنا، خاصة بعد حادث 4 أغسطس. إن مهمة اليونيفيل تترافق وتعزيز قدرات القوات اللبنانية ونشرها على كل الإقليم لتمكين الدولة اللبنانية من بسط سلطتها وسيادتها. وهذا التواجد للدولة اللبنانية والقوات المسلحة والقوات الأمنية عملا بالقرار 1701 سيوفر الظروف الملائمة لاستقرار مستدام في جنوب لبنان وفي المياه الإقليمية. وهذا هدف قد أشرنا إليه في التجديد، لا سيما فيما يتصل بالعنصر البحري للقوة الذي يعمل على والذي إذا أهدافه تتمثل عندما يقتضي الأمر ضمان تعزيز قدرات القوات اللبنانية. شكرا. شكرا لممثلة فرنسا على بيانها، والآن أعطي الكلمة لممثل الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا سيدتي الرئيسة. نحن سعداء بتوافق الآراء حول هذه المسألة، ونشكر فرنسا على جهودها. الإبقاء على الاستقرار فيما بين إسرائيل ولبنان يكتسي أهمية القصوى، والولاية تشير إلى أهمية حرية حركة يونيفيل، وكذلك ضمان فرض الحظر على الأسلحة بموجب القرار 1701. حزب الله تحصل على دعم إيران وتزعزع استقرار المنطقة. مجلس الأمن قرر أن جميع الأعضاء ينبغي أن يمنعوا منع وتوريد الأسلحة للبنان إلا للحكومة ويونيفيل. لا نقبل بعدم احترام حزب الله لهذا الحظر. هناك كذلك عنصر مهم في ولاية يونيفيل، ألا وهي الصياغة المعنية بفرقة العمل البحرية. عندما أنشئت هذه الفرقة لم يحدد مجلس الأمن هدفا البحرية اللبنانية التي من شأنها أن تتولى هذه المسؤوليات فيما بعد. لقد اتخذنا خطوات لتصويب هذا المسار، ودعونا الحكومة اللبنانية لتوسيع نطاق قدراتها البحرية. إذ نراجع بعثات الأمم المتحدة، ستعمل الولايات المتحدة على ضمان فعالية يونيفيل، ونشير مرة أخرى إلى التزامنا بضمان استقرار المنطقة، وهذا هو ما يصبو إليه شعب إسرائيل ولبنان. أشكر ممثل الولايات المتحدة، وأعطي الكلمة ممثل روسيا. شكرا جزيلا سيدتي الرئيسة.
لقد صوتنا للصالح قرار مجلس الأمن المعني بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، مع الأخذ بعين الاعتبار أولا وأخيرا موافقة الجانب اللبناني على الصيغة الجديدة لهذه الولاية، وهذا مبدأ مهم في أي عملية حفظ السلام. لابد لهذه العمليات أن تحقق الاستقرار ليس فقط على طول الخط الأزرق الذي يفصل ما بين إسرائيل ولبنان، ولكن في المنطقة بأكملها. إننا نثمن عمل الآلية الثلاثية في منع الحوادث المختلفة. لابد من الإبقاء على هذه الولاية، ولابد أن نمتنع عن تسييس هذه الولاية. لابد أن نأخذ بعين الاعتبار أن حفظة السلام متواجدين لمساعدة الدولة ومؤسسات الدولة اللبنانية بما في ذلك هياكل الأمن، فهي ليست هناك لتحل محلها. عمليات هذه البعثة ستتم مع احترام رؤى حكومة الجمهورية اللبنانية. أي مقاربة أخرى ستكون غير مقبولة. أشكر ممثل الاتحاد الروسي على بيانه، وأعطي الكلمة لممثل الصين. سيدتي الرئيسة، نرحب باعتماد القرار 2433 بالإجماع الذي يبرهن عن دعم مجلس الأمن لعمل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. تقر الصين أن يونيفيل تستمر في الاضطلاع بمهامها وبولايتها، وتساهم بشكل كبير في الحفاظ على الهدوء والاستقرار في منطقة عملياتها. نشيد بالتعاون مع الدولة المضيفة، ونشيد كذلك بجهود الدول المساهمة بقوات وجميع حفظة السلام. إن تمديد ولاية يونيفيل لعام إضافي من قبل المجلس يساهم في الحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان، ومساعدة أو تقديم المساعدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701. مجلس الأمن والمجتمع الدولي ينبغي أن يستمر في تقديم المساعدة ليونيفيل وتقديم الموارد المطلوبة حتى نضمن أن القوة لديها القدرات المطلوبة لتطلع بمهامها. شكرا سيدتي الرئيسة. أشكر ممثل الصين على بيانه. ما من أعضاء آخرين من أعضاء المجلس يودون أن يأخذوا الكلمة، لذلك سأقدم بيانا بصفتي الوطنية. نحن كذلك سعداء باعتماد القرار بالإجماع. نشيد بعمل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان للحفاظ على الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق. هذا مهم لاستقرار في لبنان وفي إسرائيل، ونحث جميع الأطراف على احترام ولاية يونيفيل والخط الأزرق. لقد أكد المجلس اليوم التزامه بسيادة لبنان وسلامته الإقليمية واستقراره، ونندد بجميع انتهاكات الخط الأزرق، ونؤكد مرة أخرى أن القوات المسلحة اللبنانية وكذلك أجهزة الأمن هي المدافعة الشرعية الوحيدة عن لبنان. نتطلع إلى الحصول على الوثائق المطلوبة المعنية بفرقة العمل البحرية وإحالة المسؤوليات البحرية إلى الجيش اللبناني، ونتطلع إلى نتائج إيجابية. أستأنف مهامي كرئيسة للمجلس. ما من أسماء أخرى على قائمة المتحدثين قبل رفع هذا الاجتماع؟ وبما أن هذه الجلسة الأخيرة للمجلس في شهر أغسطس آب، أود أن أعبر عن امتناني وفد المملكة المتحدة العميق لأعضاء المجلس، وخاصة السادة الزملاء الممثلين الدائمين وطواقم عملهم، وطبعا أمانة المجلس. أشكرهم على الدعم الذي حظينا به، وطبعا أشكر كذلك الأمين العام وإدارة الشؤون السياسية وإدارة عمليات حفظ السلام. طبعا كان هذا شهر أغسطس، لذلك لم يكن مليئا بالاجتماعات والمشاورات، ولكننا تمكنا من التوصل إلى توافق الآراء حول الكثير من المشاكل أو المسائل الهامة. للأسف لم